بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة رقم 3 أو رقم 4 في من شابتر 10. ظل علينا، هذه آخر محاضرة في شابتر 10، ظل علينا فقط نحكي عن التشيكسوم. فكرة التشيكسوم في الإيرور ديتكشن والكوركشن سهلة جدا. هذه التشيكسوم بما أنها سهلة وبسيطة عم تستخدم في الإنترنت، في كثير من بروتوكولات الإنترنت زي TCP والUDP تستخدم التشيكسوم to check if there is an error in the data or not. Okay. مستخدمة في layer 3 ولاير 4، لكن في data link layer غير مستخدمة زي ما احنا شايفينه. طيب راح ناخذ idea and concept of checksum. We're gonna talk about ones complement لأنه we are using the ones complement in computing the checksum. وبعدين نعطي هيك فكرة عن الانترنت، how it does use the checksum for error detection correction. اللي قدامكم هون examples من الشيكسومز أو من بعض البروتوكولات اللي بتستخدم الشيكسوم. خلينا نأخذ هذا البروتوكول TCP اللي على اليمين هون. البروتوكول TCP زي ما أنتوا عارفين أو إحنا يعني ما درسناهوش كثير، لكن هذا الهيدر تاعه. الديتا طبعا بتكون هون اللي بنرسلها. الهيدر إذا ملاحظين هون، إن شاء الله بتدرسوا هذا في مادة النتورك، في هون إيش اسمه شيكسوم. هذا الشيكسوم عبارة عن رقم الباكيت أو السيجمنت اللي سميناها سيجمنت في لاير 4 قبل ما ترسل، تحسب الشيكسوم للهيدر للمنطقة هاي كلها، وتنحط value هون، تنحط مثلا رقم 2 مثلا 20، وهذا وبعدين الديتا بتنحط في مكانها في هذا المكان، ثم ترسل إلى الريسيفر somewhere else. مثلا بيكون خلال ايميل، ممكن يكون الايميل تاعك موجود يكون في الداتا. اوكي، السندر الريسيفر يعمل يشوف الشيكسوم هذا ويقارنه بالشيكسوم اللي هو بيحسبه. طبعا بيحسب كمان الريسيفر بس الشيكسوم، ويشوف الفاليوز اذا في صار ايرور في منطقه الهيدر ولا ما صار. نفس العمليه في اليو دي بي، اللي هذا الهيدر تاع اليو دي بي في منطقه الشيكسوم هون، هذه منطقه مخصصه للشيكسوم. اوكي، هذه كمان بيحسب الديتا اللي قبلها في الهيدر، وبشوف قديش الشيكسوم تاع فاليو، فبحط فاليو معين هون مثل تكون مثلا 100، ها، وبوديها على الريسيفر، والريسيفر برد كمان هناك يعيد عمليه حسابات الشيكسوم وشوف اذا كان في ايرور صارت ولا ما صارت. وفي كثير من البروتوكولات تستخدم الشيكسوم. طيب ايش الكونسبت؟ خلينا نوضح الكونسبت بتاعتنا كيف بيشتغل الشيكسوم. الشيكسوم بيشتغل كالاتي. لنفرض انه في عندنا داتا بنرسلها، والداتا هذه بتتكون من نمبرز مثلا 4 بت، كل طول اللينث اوف اليونت 4 بت. اوكي، الان شو اللي بنصيره؟ نفرض طبعا الان احنا راح نرسل الداتا، خلينا نقول هذول هم عباره عن ارقام. اوكي، عباره عن 5 ارقام وبدنا نرسلهم، كل رقم 4 بت لونج. راح نرسل الداتا ونرسل بعديها الصم، راح نعمل سميشن للداتا. اكزامبل مثلا هون افرض اني بدي ارسل 7 و11 و12 و0 و6، يعني هذول مثلا بدي احطهم في باكيت واحد. فشو برسل 7 و10 و11 و12 و0 و6 وبعمل عمليه السميشن، بحط رقم هون. هذا الرقم كيف حصلت عليه؟ هو عباره عن سميشن اوف 7 بلس 11 بلس 12 بلس 0 بلس 6، هذا بيطلع رقم. اوكي، باخذ النيجاتيف تاعه وبرسله. احنا الان لما بنرسل الداتا، فالان راح نرسل اذا النمبرز الفايف نمبرز مع النيجاتيف تاعه، مع نيجاتيف اوف ذا انفيرت اوف ذا سميشن. طبعا بنحسب الوزن كومبلمنت يعني للسميشن، نحسب السميشن بعدين بناخذ الوزن كومبلمنت. اوكي، عند الريسيفر الداتا وصلته مع السميشن او تشيك سم هذا اللي ودينا، هذا مسميه تشيك سم الماينس 36، هذا مسميه تشيك سم. لما تجمعهم المفروض هذول جمعهم 36، اوكي، مع
الناقص 36 المفروض يعطيني 0. فإذا الريزلت 0 no error، وإذا الريزلت مش 0 بكون أحد الأرقام هذول تغير أو هو نفس الشيك صم تغير لسبب أو لآخر. أوكي، مرة ثانية، إذا الديتا لما بنرسلها إذا كانت أرقام مثلا زي هيك بنرسلها وبنعمل الصميشن وبناخذ النيجاتيف اوف ذا صميشن. ليش؟ لأنه لما أنا بعطيك رقم مثلا 5 وأقول لك اجمعوا على ناقص 5 المجموع 0، 10 واجمعوا على ناقص 10 المجموع 0، فهذا تسهيل لعملية الجمع عند عند الريسيفر. الريسيفر هناك لما بيجمع أرقام وبيجمع كمان الناقص تاع الجمع تاعه لازم سهولة بيعطيك 0 result. إذا مش 0 there is an error. إذا checksum هو عبارة عن summation of the data and the negative of the summation of the sum. طيب إذا عندنا if we are using 4 bit number زي المثال اللي قدامه how we gonna represent الرقم 21. أنتوا عارفين بال 4 bit numbers من 0 1 2 3 11 لحد 15 لأنه 111 4 bit. إذا بنجمع 111 الأربعة بت معك من 0 0 0 من رقم 0 لبعدين 1 آخر إشي 111 فآخر إشي عندي 15. إذا من 0 ل 15 طيب إذا أنا عندي 21 وبدي أرسلها كيف بدي أرسلها؟ شو بنعمل هون؟ 21 في الباينري هو 5 بتس. أوكي، فشو بنعمل؟ عشان أعمل representation of 4 bit بعمل wrapping. أنا بدي أخذ بدي أعمل 4 بت فباخذ الأربعة بت الأولانيات اللي هو 1001 والبت الخامس هذا اللي هون بجمعه هون. إذا بتجمعه بعطيك 0 1 1 0 هذا يمثل 6 في الباينري فبنرسل فهذا يمثل بال 4 بت ريبريزنتيشن 6 فلما أنا برسل 6 كأني مرسل ل 20 1 في الحالة. طيب راح نشوف كيف الأشياء كمان نأخذ أمثلة. طيب إذا عندنا ناقص 6 طيب الآن كيف نفرق بين 6 وناقص 6؟ طيب إذا أنا عندي ناقص 6 كيف بدي أرسله؟ هون مستخدم الونس كومبلمنت. أنت عارفين الونس كومبلمنت إيش هي صح؟ الونس كومبلمنت إذا أنا عندي باينري نمبر مثلا 0101 الونس كومبلمنت تاعه اعمل انفيرت لكل بت ال1 بصير 0 وال0 بصير 1 فهذا بيمثل اوكي هذا الرقم اوكي بيمثل الونس كومبلمنت تاع هذا الرقم. طيب الان نيجي على كيف الستة هيك احنا بنمثلها الماينس 6 بتمثله بهذا الشكل اوكي لو تاخذ ونس كومبلمنت لهذا خذ الونس كومبلمنت لهذا الرقم بيعطيك هذا الرقم فهذا يعني it is minus 6. If we consider only the unsigned number فهذا الرقم 9 فأنت لما بتقول 9 كأنك بتقول ناقص 6. طيب بمعنى آخر إنه الكومبلمنت of 6 is 9. في طريقة ثانية to calculate the complement اللي هي الونس كومبلمنت اللي هو you subtract الرقم أنا بعطيك رقم مثلا 6 اوكي وبدي الونس كومبلمنت تاعه او النيجاتيف تاعه يو سبتراكت فروم 2 4 ان ماينس 1 ان مثلا هون انا عندي الان تاعتي 4 2 4 4 16 ناقص 1 15 فدائما اوكي اطرح الرقم 15 ناقص 6 بيعطيني 9 بيعطيني اذا هذا الكومبلمنت تاع 6 9 كيف عملته؟ عملت 15 ناقص 6 اعطاني الكومبلمنت 9 حالها او انك تاخذ الرقم بالباينري وتحوله لونس كومبلمنت على طول بيعطيك الفاليو تحت كومبلمنت. طيب خلينا نجي الان ناخذ مثال اللي تونا كنا ارسلناه نعمله ونرسله بالتفصيل. احنا كنا بنرسل في المثال 7 و11 و12 و0 و6 الجمع تاعهم هذا انت لما تجمعهم نحط هون صفر سندر بحط صفر مبدئيا بدل الصم بعدين بنطلع الصم اوكي فاحنا رايحين نرسل 7 بعدين نرسل 11 وبعدين نرسل 12 بعدين سوري او بنحطهم في باكت واحده ممكن هون في الحقيقه البروتوكولات كلها بتحطها باكت واحده او بيكونوا هم الهيدر مثلا زي ما شفنا في تي سي بي يكون هذه قيم في الهيدر اوكي
عشان نحسب الصم نجمع الأرقام هاي. إذا جمعناهم جمع عادي الرقم 36. 36 في نشوف قد الآن إحنا نعمله يعني فوربت. الفوربت ما 36 ما بنقدر نعملها في البورد. 36 كرقم باينري هذا شكل 36 هذا اللي هون هذا 36. الأول أربعة بيت بنخليهم زي ما هم والتو بيتس اللي ظلوا بنحطهم نجمعهم نعملهم رابينج نسميها عملية رابينج. Okay. إذا بتجمعهم 0 مع 0 بعطيني 0 0 مع 1 بعطيني 1 0 مع طبعا هون ما فيش 0 فبعطيني شو أعطاني لحظة في رقم غلط هون هذا لازم وهذا الرقم 1 صلحوا لي هذا 1 وهذا 0 إذن الستة هيك لازم تكون خلينا أصلحها أنا وياكم الآن لأنه أعتقد أني بقدر أصلح هاي خلينا أصلحها أنا وياكم هذه رقم 1 هذا رقم 0 طيب مرة ثانية خليني أقيم اللي حطير إذن أخذنا التو بيتس اللي هون عملنا لهم رابينج نجمعهم الآن على أربعة بيت اللي ظلوا صفر زيرو بلس زيرو زيرو وزيرو مع ون طبعا ون ون مع زيرو ون وزيرو مع زيرو هذه المنطقة فراغ كأنها زيرو زون اللي زيرو فبعطيني ستة الآن هذا الصميشن أنا بدي الماينس بدي الوز كومبليمنت تاعه هذا بيمثل 36 الرقم عشان اعمل تشيك سم تاعه هو الماينس تاع الكومبلمنت اما بتقول 15 ناقص 6 بيعطيني 9 او بتاخذ هذا الرقم بتحوله لونز كومبلمنت 0 بصير 1 ال1 بصير 0 ال1 بصير 0 0 بصير 1 ف 9 اذا الان انا بدي ارسل الارقام هذه زائد التشيك سم اللي هون اللي هو عباره عن السوميشن توز كومبلمنت تاع السوميشن اوكي لونز كومبلمنت تاع السوميشن اوكي فارسلناهم هون الان عند السندر بس نستلمهم نفرض انه استلمناهم بدون ايرور نجمع نفس الارقام اعطاني 45 مره ثانيه ال 45 كيف بدك تجمعها بالباينري انا عندي 4 بت والاربع بت اعلى شيء 15 اوكي طلع نحط ال 45 كرقم هون هذا بيمثل 45 وبناخذ البتس اللي ظلوا ان شاء الله بيطلعوا 10 بت مش مهم الليدنج بت الموست سيجنيفيكانت بتس احنا بس بحتفظ باربعه والبقيه بحطهم بجمعهم اجمع 1 مع 1 اند 0 بيعطيني 1 0 and 1 بيعطيني 1 1 هذه بتنزل هون و1 بتنزل هون فهذا الرقم الصم تام اوكي ناخذ له نيجيشن ال الونز كومبلمنت تاعه اللي هو 15 ناقص 15 0 او بتاخذ هذا بتحول كل واحد ل 0 ال1 بصير 0 ال1 بصير 0 وال1 بصير 0 فهذا هو تشيكس الريزلت تاعنا الريزلت تاعنا بتقول it is zero which means there is no error لو حاولت تغير باي رقم غير مثلا هاي خليها 7 الرقم هذا 7 7 معناته الجمع راح يطلع 4 46 46 في الباينري راح يكون هذا هيك زيرو هذا هيك راح يكون اوكي وهذا بيضل زي ما هو انت لما تعمل 46 بصير هيك انا لما بتجمع بصير 1 و 1 مع هذه 0 مع 0 هذا بصير 0 خلنا نجمعهم 0 مع 0 بيعطيني 0 1 مع 1 بيعطيني 0 بالكاري 1 1 مع 1 بيعطيني 0 في كاري 1 1 مع 1 بيعطيني 0 والكاري 1 انا ما بصير اخلي كاري لانه 4 بت فهذا بعمل له رابينج مره ثانيه وبصير الجمع تاعهم 1 0 0 100 اوكي الكومبلمنت تاعه هذا هو السميشن تاعنا الكومبلمنت تاعه لاحظوا هذا زاد بواحد لانه كان 15 وزفنا اصلا عليه واحد هون حقيقه طلع مضبوط 15 زاد واحد 16 مود 16 بضل منه واحد اوكي لانه ماكسيم 15 فالكروز كومبلمنت الونز كومبلمنت تاعه 0 1 1 هو اصلا انا ما فيش داعي
اروح اوكي. فالرقم هذا نون زيرو معناته there is an error. وين هو الايرور؟ ما حددناش الايرور. هذا الايرور منطقته يعني كان في الرقم هذا. اوكي طيب، هاي بعض الامثله كيف تحسبوا. مش موجود طبعا هذا عندكم بالسلايد، لكن انا بحط لكم السلايد الجديده. هذا مثلا بدي اجمع انا الرقم هذا اللي هو ممثل هون بي 3، هذا حاطينه 3 بي بس هو بي 3 بالمثال كاتبينه بي 3 بالاخير. فهذه البي تاعتنا الاي دي، هذه البي وهذه ال 3 اوكي. وبدنا نجمع عليهم البايت 1 بايت 2 بايت 3 4 5 6 7 معنا لحد 6 7 0 هذا مش محسوب اوكي. ف هاي عاملين هذا الاي البي 3، هذه بي 3 على بايت 1. بايت 1 اللي هو 4F، ال 4 اللي هي هذه اول اربعه وهذول الاف تاعتنا هون. فاذا بتجمع نجمع 1 1 بيعطيني 0 والكاري 1، هاي الكاري حاط لكم اياه هون، هذا الكاري اوكي. 1 1 1 بيعطيني 1 والكاري 1 1 1 اوكي 1 1 1 1 والكاري 1 1 1 0. انا احط الكاري هون بضل اغلط، هاي الكاري هون 1 1 بيعطيني 0 والكاري 1، هاي الكاري حطه هون ال 1 الصغير اللي هون، هذا كل اللي هون حاطه هو الكاري اوكي. ف 1 1 0 1 1 1 0 1 كمان عندي ال 0 0 1 بيعطيني 1 1 and 1 بيعطيني 0 والكاري 1، هاي الكاري حطه في المنطقة هاي اوكي. 1 ومع الكاري 1 0 والكاري 1 اللي ظل جمعه هون، وهذه نتيجة الجمع بعد ما عملنا رابينج للأول. بعدين جاب باي 2 باي 2 هاي 3 سي، هاي 3 سي بالمنطقة هون، هذه أول واحدة 3 والسي تاعتنا هون اوكي. هذا هكسا دسم الأرقام اللي هون اوكي. وظل يجمع فيهم واحد ورا الثاني، البايت 6 جمعه وطلع النتيجة هذه. هاي بيمثل الصم، مش تشيك صم، هذا الصم تشيك صم اللي هون اللي هو النيجاتيف تاعهم. هون هو ماخذ طبعا كم 16 اما اوكي. فالتشيك صم هو الانفيرت تاع الرقم هذا، تشيك صم هذا الانفيرت تاعه هون. ال1 صار 0، ال1 صار 0، ال0 صار 1، ال1 صار 0، كل 1 عملنا انفيرت. وهذا الرقم الان هذا بيمثل التشيك صم اللي بدنا نرسله مع الديتا. هاي بدنا نرسل هذا زائد هاي زائد هاي، هاي الديتا كلها بدنا نرسلها ب 1 باكيت او تكون مع الهيدر مثلا، في زي ما شفنا بالتي سي في بيكون هي ارقام في الهيدر. anyway بعدين يرسل التشيك صم، هذا هو التشيك صم، يروح عند الريسيفر. اذا صار اي ايرور في اي واحد من هذول ببين اذا الريسيفر طلع فاليو والفاليو كانت نوت ايكوال زيرو. اي فاليو نوت ايكوال زيرو اذا ذير از ان ايرور في الديتا. وغالبا التي سي بي واليو دي بي وغيرهم ما بيعمل كوركشن، بس بقول لك انه there is an error، وبالتالي في حاله الايرور does not accept the data، واذا في ايرور بيعمل. يعني من احد تطبيقاته مثلا، افرض انت حطيت في الهيدر وديت الداتا وبدك تشوف هل الهيدر حد لعب بالهيدر، حد غير الاي بي تاعه، لانه الهيدر بعض الاحيان بيحمل اي بيز، السندر اي بي والريسيفر اي بي وغيرهم، الاي بي اللي هو الانترنت ادرس اوكي. اذا بدك تشوف حد غير بالديتا هاي ولا ما غير، حد غير الاي بي لاي بي ثاني، فبشوفه اذا صار تغيير. فالريسيفر لما بيعمل تشيك صم بيعرف انه صار في تغيير على الهيدر ولا ما صار، حد غير الهيدر ولا لا، وبالتالي بيقرر اني ارمي هاي الديتا ولا استخدمها او ما استخدمها. طيب هذا اكزامبل ثاني ريت تشوفوه، بس ما فيش داعي تنتبهوا لهذا المره. هذا بس اكزامبل بورجيكو كيف بنعمل التشيك صم المنطقة هاي. بس قروا لي هذا الاكزامبل عشان تعرفوا كيف عم نجمع، يعني في الباينري كيف نجمع اربع ارقام وبعدين بنضل نجمع النهاية. طبعا هذا الريزلت تاع السميشن، وبعدين في 1 بت ضل هون لانه عم ناخذ هون قاعدين 8 بت اوكي. فقاعدين ناخذ ال 1 بت ونجمعه على مرة هون، لان هذا هو السميشن. إذا بدك تعمل تشيك صم بدك تاخذ الانفيرت لهذا عشان تقول. بس هذا
عشانكم يعني تتدربوا على عمليات الجمع. طيب في الانترنت كيف بيصير الشيكسوم؟ إذن هذه هي فكرة الشيكسوم يا جماعة، مجرد أرقام تجمعها وبتحط النيجيت تاعها الوانس كومبليمنت تاعها وبترسل الداتا، الريسيفر بيجمع الداتا مع النيجاتيف اللي انت مع السميشن اللي انت ارسلته، المفروض يطلع السميشن زيرو لانه هو كان سميشن اوف ذا نمبرز سميشن اوف ذا داتا بلس ذا نيجاتيف اوف ذا سم، فلازم يطلع زيرو اذا ما تغيرش الارقام او اذا ما تغيرت الداتا. اذا يصير تغيير لا يكون في ايرور صار. طيب بالانترنت شو اللي بيصير؟ بيصير التشيك سم يستخدم طبعا الانترنت. خليني اروح بما اننا نحكي على الانترنت، خليني اروح على الانترنت. يعني احنا في الانترنت نستخدم تي سي بي اي بي. التي سي بي اي بي يعني انا بدي اعمل تي سي بي، بدي اضيف هيدر، هذا الهيدر اللي كنا نسميه هيدر 4، فبدي اخذ الداتا لك ايميل مثلا او قاعد بتعمل جوجل www.google.com. اوكي فعشان اودي لجوجل.com مسج او هذا الريكوست لازم التي سي بي يتدخل هون، وبالتالي راح يعمل الهيدر. هذا هو الهيدر تاع كلياته، هذا هو الهيدر 4، جزء منه التشيكسم، كمان اليو دي بي جزء منه التشيكسم. ولو نشوف كمان الاي بي بروتوكول في اللاير 3 كمان عم بيستخدم التشيكسم. اذا التشيكسم يعني فاليوز بنحسبها وبنحطها مع الهيدر، هاي معنى عمليه الهيدر. اذا ملاحظين الهيدر هون تاع التي سي بي طوله 32 بت، لكن كل بت مقسوم ل 16 بت. اوكي فهو الانترنت يعني عمليه الجمع مش 4 بت ولا 8 بت، راح نجمع 16 16 16 16، كل يونت بتاعتنا 16 بت. نرجع للسلايد بتاعتنا اللي بتوضح لنا كيف الانترنت بيشتغل. الانترنت اذا الشيك سام بيعتمد على ادينج 16 بت يونت. الان ذا داتا يونت ار ادد يوزنج الوانس كومبليمنت كي زي ما شفنا. فالديتا يونت ار باينري ادد نورمالي، اول شيء بيعطينا البارشل سم زي ما شفنا قبل شوي. بعدين اذا في كاري اللي هو اخر بت في الارقام، يعني انا لما بجمع رقم على رقم هاي الارقام ها مثلا 16 بت وجمعته، اذا ظل عندي اي كاري بيطلع برا انا معي 16 بت توتال. الرقم اللي الارقام او الباينرز اللي بتضلوا برا بجرد احطهم هون وبجمعهم. هذا المقصود في الاوتر كاري از كاريز ار ادد تو ذا بارشل سم. بعدين الريزلت اللي بنحصل عليها بعد ما نعمل عمليه السميشن كامل بناخذ الماينس او الونس كومبلمنت، ناخذ الونس كومبلمنت. اوكي الونس كومبلمنت هذا هو التشيك سم. اذا التشيك سم اللي حسبناه اللي هو الونس كومبلمنت اوف ذا سميشن از ابندد تو ذا داتا. في حالات التي سي بي بنحط بوين؟ بنحط في المكان اللي مخصص له. في التشيكسم في تشيكر اللي هو عند الريسيفر it does the same operation مع حساب الريزلت. الريزلت تاعتنا اذا كان زيرو نو ايرور، اذا مش زيرو معناته there is an error وبالتالي الداتا ممكن ترفض وما تنقبل. وهذه عمليه تفصيليه ما فيش داعي نعيدها. المسج is divided to 16 bit words. التشيكسم is set to zero في البدايه. بعدين بنحسب عملية السميشن، وي اد الونس كومبلمنت، بعدين بنعمل عملية ناخذ الونس كومبلمنت للكل، وبعدين بنرسل هذا التشيك سم بنرسله مع بقية الداتا. عند الريسيفر هاي موضح لنا الريسيفر كيف بيشتغل، وانا حكيت عنه. عند الريسيفر المسج بما فيه التشيك سم از ديفايدد 16 بت ووردز 16 بت يونتس، بعدين all words are added using the ones complement. والآن نشوف الريزلت. They complement the result. Then a checksum إذا zero no error. إذا مش no error we can accept the data. إذا مش zero أي رقم مش zero we reject ال data ونقول صار فيها تغيير وصار فيها error لسبب أو لآخر. يعني ممكن يكون التغيير متعمد مش error، يعني ممكن يكون واحد غير لنا بال IP تاعنا وبيحاول يتجسس على أو يسرق مننا data. طيب لا فيما تقريبا خلصوا تشيكسون، بس الان بدي بس تاخذوا بعض الاكزامبل. يعني كتابكم اعطيكم هذا الاكزامبل، بده يجي مع كلمه فروزان هذه فروزان. اوكي بده يجي معها بالهكسا ديسمال. الهكسا ديسمال كم؟ 16 بت. الهكسا ديسمال 16 بت، فبده يعمل يعني طالب منكم تحسبوا. بس انا اعطيتكم هذا
أعطيتكم هذا الإكزامبل عشان تشوفوا كيف بنحسب التشيكسم أو كيف نعمل نستخدم الهكساديسمال. عارفين بالهكساديسمال مثلا هاي أرقام في الهيدر، تخيلوا أنه هذا الهيدر تاع التي سي بي أو اليو دي بي، هذا هيدر اليو دي بي، تخيلوا أنه هذا هيدر اليو دي بي، وفي أرقام هون في الفيرجن شكله هذا الاي بي، هذا الاي بي بروتوكول، اي بي بروتوكول فيرجن 4 هاي الفيرجن تاعته هون الحقيقة مكتوب عليها 4. هون التشيكسم، مكان التشيكسم بنحط هون، لأن هو بدنا نودي ديتا معينة والديتا وهذا، ولكن في values بدنا نحط التشيكسم تاعنا هون. فبدنا نعمل تشيكسم نحسب، فبدنا نحسب 4 زائد 5 زائد 0 زائد 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 كلهم هاي الأرقام نجمعها ونحطها، فبدنا ناخذ 16 بت. فالأربعة والخمسة هذول كل واحد منهم هون عم بحسب لي ايش هاي 16 بت من هون لهون 16 بت، هاي وضع لي اياهم 450 4500 لانه هذا صفر يعني صفرين كل واحد اربعة، بعدين 28 كلها 16 بت هي حط لي اياها هون 28 1 سي بالهكسا 16 ال1 هون ثاني 16 والسي 12 ف 16 زائد 12 بعطيني 28 الفاليو هاي. الان في هون واحد مين جاب الواحد هذا كله واحد بال فيحطه كله هون المنطقه هاي 0 0 بعدين 4 و17 هاي 4 و17 هاي الاربعه من هون في الهكسا و17 1 1 لانها 16 زائد 1 17 0 التشيكسم بعده 0 والان بده يجمع كمان الارقام اللي هون في كل واحد منهم هذول 16 هذول 16 بت هذا اي بي ادرس هذا اي بي ادرس كل واحد من هذول 8 بت كل واحد موجود هون 8 بت من هذول الموجودين الاي بي ادرس زي الاي بي تاع الجامعه العلوم والتكنولوجيا مثلا هذا 4 هذا 8 و 8 16 فيحطهم هون وال14 و5 كمان حطهم ب 16 بت موجود هون. بعدين بلش يجمع، اجمع هذا بالهكسا ديسيمال بيعطيك ايه، اجمع هذا بيعطيك فيه، اذا في كري طبعا نحسب الكري. انا هون عامل لكم جمع لاول كولوم سي زائد 1 سي اللي هي 12 زائد 1 بيعطيني الدي هاي الريزلت تاعتها. بعدين الدي الريزلت تاعتهم بدي اجمعها على الصفر بضل دي، دي زائد 1 هيعطيها هي محسوبه هون اعطاني اي. اذا هون صرنا الجمع قيمته اي. اوكي الان نجمع اي للزيرو بتضل اي، اي لسي اي وسي وخذ لها المد بيعطيك اي. اوكي اي وسي انا عندي 14 و12 في الحاله هذه 14 و12 فبيعطيني 25 مضبوط 26 14 و12 عم بيعطيني 26 خذ لها المد 16 يعني نقص منها 16 اذا عملت مد 16 بضل قديش 10 10 اللي هي ايه فالريزلت تاعتي ايه الان ايه اذا خلصنا من هون ايه ايه بدنا نجمعها على مين بدنا نجمعها على 5 ايه 5 و10 15 فهي اف النتيجه تاعتها اف اف على 6 بدك تجمع الاف زائد 6 اوكي بيعطيني بعد ما تاخذ المد 16 5 5 اوكي بيطلع 21 الاف زائد 6 بيطلع 21 المد 16 بيعطيني 5 الان 5 على 9 بيعطيني 14 اللي هي اي وهي نتيجه الاول كولوم اعطاني اي وبعدين تجمع الكولوم الثاني والثالث والرابع والان وبتاخذ لهم هذا هو السميشن تاعنا اللي انت شايفينه هون هذا هو السميشن تاعنا اوكي فبدك تاخذ النيجاتيف طبعا هتحوله للباينري الاي تعرفين الاي 1 1 0 اذا بتحوله للوز كومبليمنت بصير 1 0 0 0 وهذا هو الفاليو تاعته اللي هون هذا اعطاني هذا الونز كومبليمنت تاعي بعدين حول البي وحول السبعه او انك اطرحهم من 15
15 او الاف اف ماينص اي 15 من 14 واحد 15 ناقص 4 بيظل عندي البي اوكي البي 15 من 7 بيعطيني 8. اما بتعمل عمليه الونز كومبلمنت تحطها للباينري لهذول كان الاربعه هاي الباينري تاعها 0 1 0 0 حولها واعملها ونز كومبلمنت الونز كومبلمنت تاعها 1 1 0 1 ال 1 1 ف 1 0 1 1 هي هي البي نفسها اوكي او زي ما قلت لكم بتاخذ كل رقم من هون وتطرح 15 ناقص هذا الرقم بيعطيك الرقم اللي تحتي هذا بيعطيني الان تشيكسم حساب التشيكسم بالنسبه لكتابكم انا هذا المثال من عندي اعطيتكم اياه بالنسبه لكتابكم في يعني حب يجمع لكم كلمه فروزان اعطيه بده فروزان طبعا عارفين مين هو هذا لازم أعطيكم إياه كوز فروزان هو مؤلف الكتاب تاعكم اللي بندرس منه فبده يجمع الفروزان بده هذه 4 بت 8 بت وهي 8 بت هذول 16 بت يعني بده يستخدم الهكس الآن لهم فبده يجمع يقسمهم ل 16 بت ويجمعهم يجمعهم طبعا الكل بده ياخذ كل لتر هوم بده يعملوا بالاسكي الاسكي يروحوا على الابندكس موجود في عندنا ابندكس في الابندكس اي موجود في الكتاب ويعطيك الاي قديش الاسكي تاعها البي كابيتال قديش الاي كابيتال قديش الاسكي تاعها تعطيك 8 بت لكل حرف وبدي اقول الان فروزان تجمعوا اسمه تجمعوا بالهكساديسيمال اوكي تصيروا بتدعوا عليه بيقولوا مين يعني بده يورطنا طيب فهي جامع لكم اياهم هون اوكي هاي فروزان اف او رو يو زان هاي حاط لكم اياهم هون وحاط الهكسه تاعهم الاف او الاف 46 الاو 6 اف عاملهم اوكي وكل واحد من هذول يعني نفس العمليه هون فكل حرف حاطه في الهكسه ديسم تاعه وبعدين جامعهم اجمعوهم هذا اكسرسايز اجمعوهم اعمل اف زائد اف قديش بعطيك اوكي يعني إذا بدك تجمع 15 زائد 15 مد 16 يظل فمثلا أنا أعطيكم هنت هون الريزلت هاي زائد هاي بيعطيني اف الآن اف اجمعها على ايه أو اجمع هذول كلياتهم وروح خذ لهم مد 16 يعني إما بتجمعهم كلهم وبتاخذ لهم مد 16 أو بتجمع واحد ورا الثاني زي ما يعني فالاف زائد اف الهكساديسيمال الريزلت تاعتهم اف زائد ايه بعطيني ايه بعطيني 9 اوكي 9 وبعدين يضلكم اجمعوا تا يعني يعطينا الرقم اللي المناسب لكم وبعدين اذا في كاري اذا ظل عندك كاري طبعا انت لما بيطلع هذا اعطاني 36 الجمع تاعتهم الجمع تاعهم 36 ف6 طبعا تاخذ لها المد بالهكسه 36 6 الكاري 3 بالهكسا مش كرقم مش يعني ديسيمال 36 لا 36 بالهكسا طلع ف الكاري بتجمعوا انهم كمان كلياتهم اخر شيء في ظل عندي كاري 1 هون بتجمعوا على الرقم وبعطين هذا بيعطيك الصم بعد الصم نعمله تعمل له نيجيت او ونز كومبلمنت وهذا هو التشيك صم تاعنا ولما بنرسله هي الارسال هون مع السميشن او تشيك سم وطلع عنده 0 0 0 لازم يطلع عنده 0 0 حتى يكون نو ايرور لانه ما فيش ايرور في الداتا اللي ارسلها حتى هذا اللحظه لما ياخذوا كاكسرسايز ما عرفتوا تعملوا بنعمل لكم اياه بس يعني هي شغله هكساديسيمال تبعوا الاكزامبل اللي انا عملت قبل طيب وبهيك بنكون يعني تقريبا خلصنا ظل بس شويه بيرفورمانس اخر واحده ايش البيرفورمانس تاعته بدون ما نثبته التشيكسم ديتكت اول اود نمبر اوف ايرورز يعني اذا كان تو ايرورز برقمين في الباينري او غيره يعني اذا في تو ايرورز بس سنجل ايرور 1 ايرور 3 ايرورز اكتشفهم 5 ايرور اكتشفهم ديتكت موست اوف ايفن ايرور بعض الايفن ايرور كان بي ديتكتد بعضهم كانت بي ديتكتد اذا في وي ار كروسنج ان ديفرنت داتا يونتس اوف اوبزيت فاليوز بلاش هذه بتاع اثباتات زي ما كنا نعمل في 2 دايمنشنال لازم نورجيك في 2 دايمنشنال يعني بمعنى one value cancels the others
generally it is يعني هو لا يستخدم بالداتا لينك. الداتا لينك تبي تستخدم CRC وهو the most efficient error detection and correction system ومبني على نظريات حسابية مش يعني very efficient. الشيكسام يستخدم فقط في الهيدرز ويعني شغلة بسيطة لمجموعة أرقام بسيطة من الهيدرز، بينما CRC يستخدم للديتا كلها، الديتا أكبر بكثير من الهيدرز يعني لملايين البت ممكن تستخدم في CRC. ومن هي وهيك بنكون خلصنا الشابتر هذا، والمرة الجاية راح أنتقل إلى الشابتر 7 وبعدين الشابتر 9 وبعد هيك بنكون أنهينا يعني المادة. يعطيك العافية، بارك الله فيكم.